التقى مساء اليوم أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار بأعضاء اتحاد طلاب جامعة أنجمينة، وقد دار اللقاء حول استئناف الدراسة. رماد جبرين أنجلي. اللقاءات المتكررة التي ينظمها أمين الدولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور حسين مسار مع مختلف ممثلي طلاب الجامعات التشادية، ويدخل ذلك في إطار الاستراتيجية الثاقبة التي يتبناها أمين الدولة من أجل رفع مستوى الحوار والتواصل مع الطلبة بحذف الحفاظ على استقرار البيئة الدراسية على حد تعبيره الذي أكده أثناء اللقاء الذي جمعه مع عدد من ممثلي طلاب جامعة أنجمينة. نحن نتوقع أن بداية الأسبوع المقبل يعني جميع القضايا سوف تحل وسوف تبدأ الدراسة، وبالتالي نطمئن الطلاب بأنه لا يوجد أي يعني تخوف على تأخر الدراسة، لأن الحكومة بذلت جهد كبير بتوجيهات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي تنو أن لا بد من أننا كمسؤولين في التعليم العالي نسعى إلى حل جميع قضايا المعلمين. أتمنى من الطلاب يعني يكونوا هم أيضا يعني أن يلعبوا دور في التوعية في المحافظة على الممتلكات ومؤسسات الدولة، وبالتالي أنتم الطلاب لا بد، نحن ننتظر منكم دور كبير، ننتظر منكم دور مساند لمسيرة ما تقوم به الدولة، ما تقوم به المؤسسات الرسمية، فنحن نعتقد أن الطلاب التشاديين هم طلاب واعيين. من ناحيته الأمين العام النائب لاتحاد طلاب جامعة أنجمينة قال إنهم يقدرون الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة، كما أكد أن عملية الإضراب لا تخدم أي طرف. سيد الوزير كلم لنا أشياء كثير، وده يعني نطلب من الطلاب ذاتها القاعدين بعيدين خليه يسمعوا ويفكروا يعني في كلام علينا الهسه علينا أورينا وخليه جهزوا السنة ده يعني إن شاء الله كان بدينا تاني يعني مش لهم قالوا قال جرف تاني بالثمان دور إلا نكمل السنة ده يعني إن شاء الله نكون السنة ده بأي دليل ننقصه. وأخيرا ما يرمي إليه الجميع وهم أعضاء هيئة التدريس والوزارة والطلاب هو الوصول بهم إلى الأهداف المنشودة.